إلا كنت تاجر أو حرفي أو فلاح أو صاحب مهنة حرة أو بصفة عامة خدام لحسابك، اليوم فضل المشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، ولا من حقك تستافد أنت والزوجة ديالك وليداتك من التأمين الإجباري على المرض، حيت هما أغلى ما عندك. من الواجب عليك تحميهم وتحمي نفسك. إذا من الواجب عليك تسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير بمساهمة شهرية بسيطة غتستافدوا جميع من لامو. موعدنا على بوابة ماسانيسيس بويما أو في مكاتب القرب المعتمدة.